اي حد في الدنيا، اي شاب في الدنيا طالع في مقتبل الحياه، احلى حاجه انه يعني يلاقي وظيفه. وانا رغم ان انا بعيد عن مصر، لكن الحقيقه حبيت اساهم في ان انا اعمل اعلان عن طلب وظيفه، في طلب وظيفه للشباب الحقيقه، سواء كانوا حاصلين على مؤهلات عليا او حاصلين على ماجستير او دكتوراه، في وظيفه الحقيقه يعني معلن عنها في مصر، اعلن عنها موقع فيتو. لكن الوظيفه دي لها شروط، اوكي، زي طبيعي ان اي وظيفه لها شروط. من شروط الوظيفه دي انك تكون خريج جامعه من كليات عاديه او ازهر، انك اللي هيتقدم للوظيفه الافضل انه يبقى الاعلى في مرتبه الحصول على المؤهل، يعني اللي واخد امتياز هيبقى له وضع خاص يعني، ثم بعده اللي واخد جيد جدا، ثم اللي بعده جيد، ثم مقبول. يعني اللي واخد امتياز يضمن انه هو هيلاقي الوظيفه دي بتاعته، ما فيهاش واسطه. بالمناسبه الوظيفه رائعه جدا. لو انت واخد امتياز، بكالوريوس بدرجه امتياز او ليسانس بدرجه امتياز، ده شيء رائع، بس الاروع منه انك تكون حاصل على ماجستير كمان. يعني لو معاك ماجستير هيبقى اروع من انك واخد امتياز، والاروع من الماجستير انك انت يكون معاك دكتوراه. لو معاك دكتوراه شوف بقى هتبقى الاجمد. يعني لو معاك بقى درجه الدكتوراه ومعاك مده خبره في المجال بتاع الوظيفه دي، يبقى انت يا معلم خلاص انت اتقبلت، ولا واسطه ولا غير ولا اي حاجه في الدنيا. فالى الشباب المصري، انت قدامك فرصه، هو وظيفه في مصر، انك تكون حاصل على مؤهل عالي، ماجستير ليسانس او بكالوريوس، تكون حاصل فيهم على درجه امتياز، دي هتسهل لك الامور. لو واخد ماجستير يبقى افضل، لو واخد دكتوراه يبقى افضل، لو واخد دكتوراه او ماجستير ومعاك مده خبره في الوظيفه دي هتبقى حاجه جامده جدا. الوظيفه هي الحقيقه يعني مدرس، مش مهم، قم للمعلم وفيت تبديلا كاد المعلم ان يكون رسولا، مش قضيه يعني. لكن كمان في حاجه اللي حاسسك بالتفاؤل اكتر بقى، وانك تشرب بكده، المرتب. ما هو مش مهم يعني مرتب كام بقى. فالحقيقه المرتب هيبقى 20 جنيه في الساعه. 20 جنيه التربيه والتعليم تحدد سعر الحصه للمعلمين الراغبين في التعاقد مع الوزاره ب 20 جنيه في الساعه. فالحقيقه يعني انا يعني بشره ساره لكل الشباب. اهو موقع فيتو ناشر شروط العمل بنظام الحصه في المدارس من كليات عام وازهر، الاعلى في مرتبه الحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفه، امتياز جيد جدا مقبول، ويكون الترتيب بالنسبه المئويه داخل الترتيب الواحد، الاعلى في الماجستير او الدكتوراه، الاكثر في مده الخبره كده. انت لو معاك الحاجات دي او موقع فيتو، مش انا اللي نشر. امبارح بقى كان ناشرين مزيد بيقول انه 20 جنيه للحصه في التربيه والتعليم بتحدد سعر الحصه للمعلمين الراغبين في التعاقد. قدامك الاثنين، فانت تخيل انك معاك دكتوراه هتاخد 20 جنيه في الحصه. يعني هما بيتشرطوا ويتفردوا ويتنوا عشان انت هتاخد 20 جنيه في الحصه. 20 جنيه في الحصه قسما بالله ما تجيب لك علبه سجاير. 20 جنيه في الحصه، 20 جنيه والله العظيم. يعني يا جماعه قسما بالله الست المحترمه اللي على راسي اللي بتشتغل في البيوت بتاخد اكتر من 20 جنيه. فتخيل انت معاك دكتوراه في مصر عشان تاخد 20 جنيه في الحصه. بشرى بقى، هيسوا يا شعب.